كلام النمو لديه، كما أن نوع الغذاء لمًا وحيفًا يؤثر على الطفل بشكل التساؤلات الآتية. السؤال الأول وهو ما هو أثر التغذية على الصحة النفسية للطفل؟ وما هي الصحة للطفل؟ معرفة فوائد التغذية في مرحلة الطفولة. أهمية البحث، إذا تتمثل أهمية البحث الحالي في تبرز أهمية قوية تساهم في اكتساب ثقافة الغذاء الصحي للطفل. أهم المصطلحات يتناولها البحث وهي مصطلح التغذية، وهي ومصطلح التغذية يعرف وهي توفير. You finish R1 تمتحن في General Adult Psychiatry، في Neurophysiology and Neuroanatomy and Psychology، الآن لا يتم استبعاده، يستمر لـ R2 لكن عليه إجراء الامتحان مرة أخرى لاجتياز الامتحان. Clearance من الجهات المسؤولة ويبتدي البحث الميداني أو في اليافعين والبالغين. يتم مناقشة البحث في نهاية السنة الثانية وايضا البحث ايضا accepted.